في سورة الحديد. تعرف أصل العشر الأواخر وقت تحصيل نور يا معتز، ده وقت تحصيل نور. نور في أنوار، في الصلاة أنوار، في الذكر أنوار، في تذكر الله سبحانه وتعالى أنوار، في الاستغفار أنوار، في الدعاء للآخرين والدعاء زي ما أنت قلت. الدعاء أيوة، الدعاء في العشر الأواخر نفسي أوي أتكلم عنه جدا جدا، ونتعرض إليه إن شاء الله في السياق. أنوار كتيرة جدا. المؤمن بقى اللي حصل الأنوار دي كلها، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. عارف لما النور بيجري قدامك سبقك، يسعى، بيتحرك بسرعة، يسعى قدامي وعن يميني، عشان خدوا كتابهم بيمنهم. الحمد لله ربنا يجعلنا كده، وربنا بيبشرهم بشراكم اليوم جنات إلى آخر الآية. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. أو اللي معرفش يحصل الدنيا النور وهو في الدنيا بيتحط في الموقف الأليم ده جدا يا معتز يوم القيامة. الأصل في الكلام عن منافقين، لكن خلي بالك أنه فروع النفاق ممكن تدخل جوه الإنسان المؤمن. المنافق الصرف اللي هو كفر بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم لكن بيظهر الإيمان، ده منافق صرف. لما بيقوم للصلاة قاموا كسالة، ده وصفه في سورة النساء. طب ما المؤمن الغافل ساعات بيقوم للصلاة كسلان، وممكن ما يقومش للصلاة غير عشان في ناس موجودة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وارد. هل ده معناه أن المؤمن بقى منافق؟ لا، لكن معناه أنه فروع النفاق دخلت في قلبه عشان الأمراض ما اتطهرتش. فمعناها أنه اشترك مع المنافق في بعض الصفات. طب لو اشترك مع المنافق في بعض الصفات يبقى ممكن يشترك مع المنافق في بعض العذاب يوم القيامة لحد ما يتطهر ويدخل الجنة، فيبقى يوم القيامة بالنسبة له يوم عصيب جدا جدا. ويدخل النار شوية حتى وإن كان مصيره هيخرج منها لو هو من أهل التوحيد، لكن ما ينفعش اعتمد على الموضوع ده اقول اصل انا مصيري، ده غمسه واحده كده في النار بتنسي الانسان دنيته وكل النعيم اللي شافها، ما ينفعش. فلما تتامل الايه مستحضرا ان انا مش عايز اشارك المنافقين في الصفات دي، المنافقين بيقولوا للمؤمنين كده انظرونا نقتبس من نوركم، استنونا عايزين ناخد شويه من النور اللي ما عرفناش نحصله في الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراكم من معانيها ارجعوا الدنيا، في معنى حسي ومعنى معنوي بس الوقت ضيق دلوقتي فخلينا في المعنوي. ارجعوا الدنيا وخدوا نور. فضرب بينهم بسور له باب، ضرب ما بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب باطنه فيه الرحمة عند المؤمنين بيفتح على الجنة، وظاهره من قبله العذاب عند المنافقين والكفار بيفتح على النار. حتى بقى اللي بتؤلم جدا، ينادونهم ألم نكن معكم، منافقين بينادوا المؤمنين هو احنا مش كنا معاكم، احنا مش عشنا معاكم وشفناكم كنا، قالوا بلى. بس حكمة المؤمن هو بيرد، ولكنكم فتنتم أنفسكم. هذا معنى الفتن اللي موجودة للنهار، اخترتوا انك تفضلوا فيها فتفتنتم. وتربصتم، ما عرفتوش تتحركوا بعزيمة زي اللي قلنا عليه من شوية، ما خدتوش القرار. انا خلاص قرار لازم ياخده المؤمن، يفطم نفسه بقى كده عن الدنيا، خلاص طلق الدنيا ثلاثة. سيدنا علي كان يقول كده، طلقها بقى خلاص، بئس الزوجة دي، الدنيا بمعنى المعنى السلبي بتاعها، مش بمعنى الخير. وقلنا قبل كده في برنامجنا في رمضان زمان، التعامل مع الدنيا بطريقة حسنة الدنيا ده موضوع تاني. لكن الدنيا الفاتنة دي، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة زي بحر كده، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. المعنى ده، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، معنيين. المؤمن اللي عنده فروع النفاق ارتاب، فأعمل الصح ولا لا، أو بدأ يسأل كده ويجادل في الدين ويعمله إلى آخر. المنافق الصرف طبعا ارتاب في الدين، شك بقى ما بينافق. وارتبتم وغرتكم الأماني، الآمال بقى الكتيرة. انت عارف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ياما حاول يوصل لنا انه الأمل بتاعنا أطول من الأجل بتاعنا، الأجل بتاع الإنسان، ورسمها مرة بإيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، رسمها لهم مرة على التراب فعلا يا معتز، قال لهم حاجة تقريبا زي مربع،
أو كما فعل صلى الله عليه وسلم. وبعد كده قال لهم ده الأجل، هو محدد أجل هتعيش سنة عدد سنين معين. وبعد كده عمل خط طويل خرج برا الأجل، وهذا الأمل طول الأمل، ويلهيهم الأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. الأمل بيلهي، ده الأمل المذموم. فسوف يعلمون. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، اللي هو الشيطان نعوذ بالله منه. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ده طبعا ده بيعمل خوف في النفس، لما بتسمع الكلام ده بتترعب. أحسن أكون منهم، ما بيسبناش بقى كده. نرجع للقلب، القلب اللي عايزينه يحيا بأمر الله سبحانه وتعالى، فيخرج حب الدنيا المذموم منه، فنتحرك كأمة. ما بربطها لك بالأمة هون، احنا ما بقناش كده غير بحب الدنيا المذموم. ألم يأني للذين آمنوا، يكمل بقى سبحانه وتعالى، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. مش جي وقتها بقى. وأنا لما بسمع دي من الحق سبحانه وتعالى بنفسه، بنفسه، خلي بالك ده ربنا اللي بيقول الكلام ده. ألم يأني للذين آمنوا، مش وقته، ربنا بيقول يلا مش جي الوقت. يا ما غيرت ناس الآية دي. يا ما رواية الحرامي اللي كان بيسرق فسمع التلاوة دي بتتلى فكف. لو القلب صاحي سبحان الله، سايب الباب متوارب بينه وبين ربنا. ربنا بيقول كده ما جاش يا مؤمنين الوقت بقى خلاص. إن قلوبكم اللي هي الحتة اللي فيكم اللي أنا خلقتها عرفاني خلقة وفطرتها وقلت لكم فيها ألست بربكم فقلت بيها بلى وشهدتم على أنفسكم بيها، القلب اللي قلنا عليه من شوية ده وكيلي جواكم، ده بتاع أنا ده، ما تظلموهوش، استفتي قلبك، اسمعوا اسمعوا قلوبكم، اسمعوهم عشان تخشعوا. بيقول لنا كأنه سبحانه وتعالى، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بص الآية اللي بعدها آية كونية، المتدبر ليها يفهم هي ليه قالت هنا. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى جليل، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. شوفوا بقى الأرض نفسها ممكن تموت خلاص، تبور ما فيهاش حياة، فيجي ربنا يحييها تاني، يقدر يحيي قلوبكم. هو ده المعنى، خلي بالكم انه ممكن لسه يحيي قلبك ما دام لسه بينبضه، لسه بينبض، لسه شغال. على فكره ربنا خلقه كده بينبض، قلت لك واحنا في الفاصل بينبض في اليوم 100,000 مره، ما اعرفش عدهم. في الشهر 40 مليون مره، في السنه 3 مليار تقريبا، لو واحد عاش 70 سنه مثلا شغال. ده ربنا اللي خلقه، الجزء اللي فينا اللي بيحيينا بالمعنيين، جسديا فلا شك القلب لو وقف انتهيت، ومعنويا حياة القلب والذكر والطمأنينة مع الله سبحانه وتعالى احنا مش مسؤولين عنه، بأمر الله. فآن الأوان بقى، هو ده الرد بتاعنا، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعملوا حاجات بقى، إن المصدقين والمصدقات تصدقوا، اشتغلوا للأمة دي. الأمة دي كانت بتعبد ربنا وبتعمر الأرض زي ما كنا بنقول دايما مع بعض، وبتزكي النفس. فين عمارة الأرض بس لله؟ فينها؟ في مشاريع كتيرة قوي قوي مش معمولة، مع أنه الموارد موجودة يا معتز، دي مليانة في كل حد، الفلوس مغرقانة بس مش محطوطة في أماكنها الصح. قلة نظام. إحنا ممكن نجوز كل شبابنا في الأمة العربية لو صدقنا مع الله، بس لو كانت النية لله. مشكلة مشاريعنا معظمها اللي بتتعمل وما بتمشيش، هي عشان بتبقى مخذولة، عشان ربنا لن يعزنا إلا بالإسلام. دي حقيقة، أنا بكلم المسلمين دلوقتي. دي حقيقة، إحنا أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. مش هنعرف نقوم باسم الإنسان لوحده كده وحقوق الإنسان وبتاع، عايزين حقوق الإنسان والإنسان باسم الله سبحانه وتعالى الذي كرم الإنسان وكرم بني آدم. مشاريع للصبح ممكن نعملها ونتصدق، العشر الأواخر على فكرة وقت صدقة برضو، بالذات للغني القادر. وأنفقوا، في نفس السورة الحديد ربنا قبلها بيقول وأنفقوا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. دي مش فلوسكم، ربنا بيقول للأغنياء وبيقول لنا دي أنا اللي جعلتكم مستخلفين فيها في سورة النور، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. حنسأل عن النعيم، إحنا اللي مخلين الأمة قادرين يأكلوا فيها الناس،
احنا اللي مخلينهم قادرين بعد نص ساعة او ساعة يطلعوا رؤساء دول اخرى يقولوا النهاردة هنشيل قواتنا بكرة هنحط لا اله الا الله. ايه اللي حصل؟ حب الدنيا والغفلة وقلة النظام ونية مش لله حتى لما بنعمر الارض. يعني العشر الاواخر معز مناخ مواتي عايز تقول لمسألة التكافل الاجتماعي 100% لله. والله هنخذل لو مش لله. لله بنية سليمة لله سبحانه وتعالى. لما نقول هنعمل اسكان ونسكن الشباب لله, لله. عشان ربنا قال لازم نعفهم نجوزهم. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ده عودة للقرآن بكل معنيه في العشر الاواخر. احنا في العشر الاواخر بنلتمس ليلة القدر, ليلة القدر اللي انزل فيها القرآن. مزلوب. القرآن ده منهج كامل بيحل مشاكل الناس لو عشنا بيه. والدعاء يا معز, الدعاء في العشر الاواخر. طبعا الدعاء, بس يعني انا عايز اربطها باللي احنا بنقوله لا شك. اما الدعاء احنا يعني زي ما انت قلت امبارح, كنت مش عارف كنا في الفاصل ولا ايه, وقلت الايه دلوقتي واذا سالك عبادي عني فاني قريب. شوف ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول ايه, اجيب دعوه الداعي اذا دعان. بالظبط. طب ما كان ممكن يقول فليدعوني الداعي لاجيبه. بدا بالاجابه, بدا اللفظ سبحانه وتعالى اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وكلمه قريب دي تحتيها 500 خط عشنا معاه امبارح شويه. قريب قريب من القلب الحي اللي بيتقرب منه بينيب اليه وبيدور على القرب منه. ربنا قريب جدا من العبد اللي بيدور على القرب منه. منيبين اليه واتقوه, من العبد التقي اللي صيامه صيام جوارح. فكف اللسان عن الغيبه والغش والكذب والشتيمه وكل اللي قلناه امبارح, العيون عن الحرام, الودان عن استماع الغيبه, ايا ما كان جوارح, وانشغل بصيام القلب. طبعا ساعتها ده وقت دعاء للأم دي انها تقوم. وقت تكافل اجتماعي, وقت اعتكاف زي ما قلنا امبارح اللي قادر مع المدد المختلفة. شكل الوقت انا بقول وقت خلص. ده وقت كل الكلام ده يا معتز, مش عايزه يخلص والله, لانه في كلام كتير جدا مهم, وحاسس ان الواحد يعني ممكن ياخد ثواب انه يقول الكلام ده في اليومين دول. يا رب. وقت تجديد توبة يا معتز. نقطة مدام الوقت خلص. عملية اخرى, وقت حل عقدة الإصرار. لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. في ذنوب صغيرة بس بنصر عليها. لا بلاش في العشر الأواخر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أهل الجنة كده من صفاتهم لما كانوا بيغلطوا بيتذكروا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, افتكروا ألبوم صحي. فإذا هم مبصرون خلاص. زي شباك اتفتح للتوبة, لما بيجي الشباك ما بيستهنش بيه, لحسن يقفل تاني. بالظبط. ارمي على طول. وقت حل عقدة الإصرار, تصحيح التوبة, كل ده كلام. لكن من أهم ما ذكر النهاردة وكله مهم, إحياء القلب من ناحية, وارتباط هذا الإحياء بإحياء الأمة. بإحياء الأمة, وده موضوع مهم جدا لازم نكمل فيه لو عشنا ولينا عمر. لا نكمل إن شاء الله لو ما عندكش مانع الأسبوع الجاي. يا رب ده مهم عشان نبقى طالعين من رمضان بحاجات نعملها. صحيح. ومشاريع. صحيح. أنا في كذا مشروع في بالي, بس الواحد عايز ينسق مع الدول المختلفة الأول عشان لو في موافقة عليها نتحرك بيها. وأنا معاك. سهلة. وأنا معاك, ونتكلم في الموضوع ده برضو قبل نهاية رمضان بإذن الله. يا رب. والله بمناسبة الدعاء, اللهم إنك عفو تحب العفو, فاعف عنا واعف عن الأمة دي, أمة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. آمين يا رب العالمين. شكرا يا معز قوي على الكلام المهم اللي قلته لنا النهاردة, وأنا متشوق إن احنا نرجع نتكلم تاني يوم الاثنين إن شاء الله في أواخر بقى الشهر الكريم ده. وبشكركم للمتابعة. الطريق الصح مع معز مسعود, نشوفكم بكرة مرة تانية 90 دقيقة إن شاء الله. إلى اللقاء.